اجوا على العشرة الصبح اليهود حكوا لنا انه في صفقة وسكروا علينا لهم شهر مسكرين علينا بيضربونا بالمسيلات الدموع. احنا بصراحة الاسيرات يعني بذل وبضلهم لابسين الشالات 24 ساعة ما حدا بيعرف حد حدا وحتى الحالات النفسية يعني بتتعذب وبتنزل وبتنهال نفس الاسرى العاديين ما حدا بيشفع لحدا ما حدا بورك ولا حدا شهرهم مسكر علينا قطف علينا الكهرباء جميع حكونا نموت برد في لما اجت الشتوية رشونا بالفلفل وهربوا وخلونا نموت هناك جوا السجن كلياتنا نتنفس يعني شو نحكي احنا ما حدا بحس في حدا ما حد غير حماس حست فينا وشكرا لهم كثير واحنا بنحبهم كثير. شرفتوا يا نور العين حريتنا لم تكتمل الا لتحرير اخر اسير بسجون الاحتلال. مشاعر الفرح مغلفة بالحزن على المجزرة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق شعبنا بقطاع غزة. بنوجه تحية الوفاء والنصر لأهلنا بقطاع غزة. فاليوم نقدر نحكي إنه إحنا حطمنا السلاسل وأغلقت زنزانة التحقيق.